من لقاءاتنا ومعانا احد نجمات الفريق ايه الشامي. يعني ايه، الف مبروك، دايما معودنا على الفوز. يمكن المباراه شويه زي ما بنقول يعني اتصعبت بقطع النور يمكن الشوط التالت، لكن قدرتوا بالحمد لله كعادتنا بيكم دايما تكسبوا باداء اكثر من رائع. الحمد لله طبعا، الله يبارك فيك. احنا كنا داخلين مركزين، انت عارف ماتشات الكاس ما فيهاش يعني ان احنا مثلا نخسر او نعوض او كده، فكنا داخلين مركزين من الاول. يمكن النور لما قطع خلانا نفك تركيزنا كذا مره، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نفوز. يعني يمكن كان سبورتنج قرب لينا في الاسكور او في الشوط التالت، لكن كابتن حمدي يعني طلب تايم بريك واتكلم معاكم فيه. اعتقد بعدها الفريق الحمد لله قدر يحقق الفوز بثلاث اشواط نظيفه. قال لكم ايه واهم التعليمات اللي كابتن حمدي قالها لكم؟ كان بيقول لنا بس ان احنا نلم نفسنا تاني، نركز، لان طبعا التركيز ده بيفرق معانا. كل ما النور كان بيقطع انت غصب عنك بتفقد تركيزك شويه، بس لمينا يعني وقال لنا لا هنركز النقطتين دول، ولو جبنا النقطتين هنكسب، وفعلا جبنا النقطتين وكسبنا الحمد لله. الذهب يوم الاثنين ان شاء الله، اعتقد جمهور الاهلي مش هيقبل بأقل من كده. ان شاء الله باذن الله احنا هنعمل كل اللي علينا ان شاء الله ان احنا نجيب لهم الميداليه باذن الله. شكرا، بالتوفيق دايما يا رب. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا هنا بعد انتهاء مباراه الاهلي وسبورتنج، ويا رب دايما طائره الاهلي تبقى محلقه زي نسر الاهلي وكل يوم بطوله في الاهلي ان شاء الله. كلمه ليك كابتن هيثم. زمان محمد